معايا الكابتن معتز اينو احد المدربين في قطاع الناشئين، واللي ان شاء الله يكون كادر فني كبير جدا ان شاء الله زي ما كان نجم كبير في الملاعب المصريه. كابتن اينو اولا برحب بيك ومبسوط انك معايا على الهواء مباشره في برنامج الاهلي في كل مكان. حبيبي ربنا يخليك، طبعا انا سعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي بيتنا طبعا الكبير، سعيد ان انا موجود معاك يا محمد، وبتمنى لك التوفيق وان شاء الله تكون بدايه موفقه ليك بامر الله. ربنا يخليك كابتن اينو. طمني بقى الاخبار وقطاع الناشئين والاختبارات، وفي مواهب يعني في مواهب ظهرت ولا المواهب ندرت خالص خلال الفتره الاخيره؟ بامانه لا، عشان اكون صريح معاك، لسه برضو ما جناش يعني اللعيب الفلسه اللي احنا نطمن اللي نقول اللي هو يقدر يخش على المجموعه الموجوده، لكن احنا بنشتغل وبنعمل علينا ومركزين جامد جدا، وده كان الكلام اللي كنا واخدينه في الاجتماع من الكابتن فتحي مبروك والكابتن هاني رمزي. يمكن السنين اللي فاتت ما كانش فيه يعني وقت كافي او اختبارات كافيه للولد، وكان اولياء الامور دايما بتشتكي من النقطه دي. احنا السنه دي مركزين بشكل كبير، حتى وقت الاختبار عاملين 10 و10 تقسيمه، كان الاول بيبقى شوط واحد. عايزين بقدر المستطاع نحط عينينا على اللعيبه كويسه قوي اللي تقدر تفيد النادي الاهلي، فان شاء الله بنتمنى التوفيق ويكون الاختيارات في الاخر موفقه، واللي ما حالفوش الحظ السنه دي من كل الاعمار بنقول لهم شدوا حيلكم السنين الجايه كتير والاختبارات جايه، وان شاء الله يكون لكم نصيب بعد كده يعني. طيب ايه المعايير في الاجتماع ده يا كابتن معتز ان انتوا تشتغلوا عليها عشان تشوف اللاعبين والمواهب والبراعم والناشئين في الفتره القادمه؟ لان هذه المرحله وهذه الاختبارات يمكن كنا اتكلمت قبل كده مع الكابتن فتحي مبروك، قال في معايير مختلفه وهنشتغل بشكل مختلف تماما على الاختبارات اللي كانت بتجرى خلال السنوات الماضيه. بص يا محمد اقول لك على حاجه، خلينا نكون متفقين عامه، انت جاي تختبر في النادي الاهلي، فعشان انت تخش النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا لازم تكون احسن من اللي عندي. مظبوط. لو انت هتكون زي اللي عندي، انا بتكلم في كل الفرق، لو انت هتكون زي اللي عندي يبقى كله سواسيه، تمام ولا لا؟ مظبوط طبعا. عشان انا ادخل لعيب جديد يعني انا مثلا انا مدرب 2004، انا ماسك 2004 السنه 14 سنه، انا دلوقتي عندي لعيبه كتير، عندي مثلا 30 لعيب ولا 25 لعيب او 35 كمان، فكون ان انا اجيب حد 2004 اختاره لازم يكون يفوق اللي عندي عشان يتأيد في النادي الاهلي، تمام؟ لكن لو هو هيكون زي اللي عندي اعتقد لا، يبقى اللي عندي اولى، او على الاقل ابن النادي وبقاله 3 سنين 4 سنين واخد على اللعيبه، يعني هم كلهم حافظين بعض، فانا اللي بدور على اللعيب اللي هو لازم يكون فلتة اللي هو يفوق اللي عندي، فكل المراحل احنا ماشيين على المستوى ده، لازم يكون اللعيب ده يكون متفوق في كل حاجه، ممكن مثلا الكره ما تكونش عنده قوي، لكن مثلا لعيب بنيانه قوي 70% مثلا، بنيانه قوي، ستايله، سرعاته، ممكن الحته الكوره الحته الفنيه دي ممكن اشتغل انا عليها بحيث اللي هو بعد كده انا اكملها له، فاهمني يا راسو دي؟ مظبوط. فاحنا بنبص لكل الحاجات دي، اللعيب ستايله عامل ازاي، شكله عامل ازاي، جسمه قوي ولا مش قوي، ما انت ممكن يجي لك، يعني احنا جالنا لعيب جدا ومهاري جدا، بس 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 يعني جسمه عارف ضعيف جدا، لو واحد اداله كده هيقع. عنده كام سنه؟ طيب هو عنده كام سنه يا كابتن اينو؟ لان ممكن في السن الصغيره دي انت بعد كده ممكن تساعده بدنيا، انت يعني تجهزه وتبدا تعده. كان عنده حوالي 16 سنه. 16 مش عنده 16 سنه، بس هو عارف ايه، عارف الستايلات، عارف مصطفى فتحي، ايمن حفني، عارف اللعيبه اللي هي بتبقى يعني جسمها صغير، جسمه قليل، جسمه صغير ومهاري وبيمسك كوره كويس قوي وكل حاجه، بس عنده 16 سنه. كل الولاد اللي بيختبروا معاه في الملعب مش عايز اقول لك عاملين ازاي، وهو اصغر واحد، لدرجه ان انا لما سالته انا كنت فاكر ان هو سنه صغير، فلما قال لي لا انا 16 سنه، فطبعا فرصته بتبقى ضعيفه. طب تمام. طيب كابتن اينو برضو انا في نقطه مهمه، انت بعد ما بتخلص الاختبارات الاساسيه في مرحله الناشئين انت بتضم هذا اللاعب او هذا ناشئ الى فريقك عشان تشوف مدى يعني انسجامه وتشوف امكانياته بامكانيات اللعيبه اللي عندك. ممكن تبقى المرحله اللي النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي تبقى المرحله الثالثه اللي هي المرحله الاخيره اسمها المقارنه. يمكن احنا اول اختبار بنعديه لو الولد يعني اجتازه، ثاني اختبار لو هو برده تمام بيعديه، ثالث اختبار بقى اللي انا بنزله مع الفريق بتاعي. دي لسه ما جاش ميعادها صح؟ لا لسه، في ولاد اللي هم خلاص، احنا امبارح خلصنا اخر مرحله، الولاد اللي هم خدوا ميعاد خلاص دول بينزلوا على مع النقطه اللي انت بتتكلم فيها اللي هو مع الفرقه بقى مع سنه بقى، يعني على 2004 نزلوا مع 2004. مظبوط. اشوفه بقى مقارنه مع اللعيب اللي عندي اللي هو المقاير، العبه مثلا تقسيمه ضده، في مثلا ولد يعدي كل المراحل ويجي مثلا مع الفرقه خلاص في رهبه جامده بقى مش قادر يقاوم،
فاهم انت؟ ده خلاص. لكن لو اللعيب ده فضل زي ما هو واجتاز وشايف اللي هو قدر يقاوم الاولاد التانيين بتوع النادي ده نفسهم المقيدين وكله تمام، لا ده خلاص بيتقيد. لازم يعدي مرحله يعني المقارنه الاخيره، بس بنسميه المقارنه، اللي هو بقارنه مع اللعيب اللي عندي. ولازم يكون احسن من اللي عندك. طبعا، امال هيخش ازاي؟ عشان هو لو مش احسن من اللعيب اللي عندي خلاص هاخده ازاي؟ لا يبقى انا اللي عندي. وبعدين انا عندي يعني انا مقيد عندي حوالي 30 لعيب ولا 32 لعيب، انا فاضل لي حوالي 6 بس. فانا لازم السته اللي انا بتكلم على فرقتي ال 2004، انا لازم السته اللي يكونوا عندي دول عشان ايدهم لازم يكونوا الطب، مش ايد وخلاص، عشان انا اوريدي عندي قايمه مليانه، فاهم؟ مظبوط. فانا لازم بدور على لعيب الطب بقى اللي يفوق ال 30 ولا ال 32 اللي عندي. طيب اولياء الامور يعني بتتعاملوا ازاي في الموضوع ده؟ وانتوا طبعا بتبصوا على اللعيبه في الاختبارات وليك وجهه نظر فنيه. طبعا اولياء الامور زي احنا شايفين في الصوره اعداد مهوله، كل واحد جاي معاه ابنه اللي نفسه يطلع زي محمد صلاح واللي نفسه يبقى نجم كبير وخلاص بقى. يعني مساله كره القدم دلوقتي اختلفت، بقت صناعه، وان دلوقتي ولي الامر او الاب او الام بيستثمر في ابنه انه يكون لعيب كوره وانه يكون رياضي. فالملف ده بتتعاملوا فيه ازاي مع اولياء الامور اثناء الاختبارات؟ بص، يمكن في الاجتماع مع كابتن فتحي وكابتن هاني مع كل المدربين اتكلم في النقطه دي بالذات، قال اولياء الامور انتوا يعني بيجي لنا شكاوى كتير وبيجي لنا انتقادات كتير، طبيعي اي ولد في الدنيا مثلا يعني ما بيتاخدش او بيسقط في الاختبار، طبيعي ولي الامر بيبقى زعلان، وانا شفت ده بعيني. والفتره الاخيره دي واحنا طالعين من الملعب بتلاقي مثلا ولي الامر بقى قاعد مستني الفلاني ده او المدرب عشان يقعد بقى ايه يلومه ازاي وده عمل وده، ودي حصلت معايا انا شخصيا من كام يوم. فانا شايف ان انا الولد ده خلاص مش هينفع، هو ابوه لازم يكون مقتنع بكده. لا، ابوه بقى مقتنع اللي هو خلاص ده ابو تريكه، لا ده ابني كويس. طب ما ابني كويس ماشي، ممكن خلاص تشوفه في مكان تاني. فانت بتلاقي بقى انتقادات جامده جدا. فكابتن فتحي مبروك اتكلم معانا في النقطه دي، قال اي حاجه او اي شكوى او انتقاد او اي حاجه خلي ولي الامر يجي لي انا اللي اكون يعني المدرب، هو خارج بره الكلام خالص وبره بره النقاش، بره النقاش خالص. انا بعمل شغلي، انا شايف كمدرب انا او زميلي او ايا كان اللي انا الولد ده مش هيفيدني او الولد ده انا شايف اللي هو مش نافع خلاص. ولي الامر بقى بيروح جاي لي انا عشان هو شايف من بره وهو بيتفرج على ابنه، شايف بره اللي مثلا معتز دينه هو اللي مختاروه، فبيجي يلومني. فانا بروح ساعتها خلاص انا ما مش بتكلم معاه، انا بقول له في مدير قطاع انت روح اتكلم معاه، وبيبقى الكلام بقى من خلال الكابتن فتحي مبروك، انا ببقى بره الموضوع. فاحنا بنبقى حريصين شويه على النقطه دي، وكابتن فتحي مبروك احنا بنقول اللي هو نفذه بس. تمام كابتن معتز زين، وانا بشكرك شكرا جزيلا ودايما موفقين باذن الله.